وتفسحي اتبسطي. انا عايزك تبقي كويسه ريم، خلي بالك من نفسك، انا بحبك. طب يا حبيبتي مع السلامه. مش هينفع كده يا استاذ. اوعى حضرتك رايح فين؟ وسع من وشي. سيبونا. انت ايه اللي جابك؟ اطلع بره، اطلع بره. عيب يا حلمي، احنا اللي بينا مش قليل، خلينا نقعد ونتكلم. وانا مش عايز اسمع منك اي حاجه. لا هتسمع بحق العيش والملح والعشره اللي بينا، لازم تسمع. العشره، العشره اللي انت صنتها كويس. انت حقك الوحيد عندي يا رحيم انك تطلع بره. مش نفضل صحاب، يا ريت ما نبقاش اعداء. لا رحيم، احنا لا هنبقى اصحاب ولا اعداء. عارف ليه؟ لاني مش هسيبك عايش. المرة الجاية لو شفتك هقتلك يا رحيم، وحياة بنتي لقتلك يا رحيم. اطلع برا، برا. خسارة يا صاحبي، برا. ازيك يا حاج؟ طمني، عامل ايه النهارده؟ انا كويس، متشغلش بالك بيا. انا بس عاوز اروح مشوار مهم النهارده. تروح فين يا حاج؟ انت لسه تعبان. انا قلت النهارده يبقى النهارده. عاوز اروح المخزن بتاع الطريق الصحراوي، بس قبل ما اروح لازم يبقى هناك حامد ابو داليا. ابو داليا؟ ليه؟ لما تقابلني بيه هناك هتشوف. حاضر حاج. عسى اخت رحيم، انا كنت السبب في موتها. انا مش مصدقه سمر تعمل حاجه زي كده. وهي تعمل كده ليه؟ هتستفيد ايه؟ يمكن علشان داليا. داليا ايه؟ كملي قولي اي حاجه تساعدنا نفهم اللي بيحصل ده. انا قصدي يعني عشان داليا، يمكن سمر شايفه كده ان حياه داليا هتبقى احسن لما تبعد عنا. ولو انه كلام مش منطقي، بس حتى لو هي مقتنعه بيه مستحيل تعمله، لان الكلام ده يضر سمعتها. لا لا، الست دي في اكيد حد دفع لها عشان تتجسس على داليا. انت من امتى وانت بتعملي عندها جلسات؟ ما اعرفش، بس انا لازم اسمع منها. طب انت فاكره انها هتعترف لك كده على طول؟ مش مهم، ما اعرفش، بس انا لازم اروح لها. انا هقوم اغير هدوم. انا هاجي معاكي. خليك انت، انا هروح معاها. داليا، انا مش فاهمه حاجه. انا فاهمك يا دكتوره، التسجيل اللي على الفلاشه دي خرج من عندك. تسجيل ايه؟ في ايه يا داليا؟ ما تتكلمي. ده التسجيل بتاعي لما كنت عندك، في حد وصله لبيت رحيم، واكيد مفيش حد يعرف يخرجه من هنا غيرك. مين اللي خلاكي تعملي كده؟ لو ما قلتيش مين انا مش هستنى علشان اقفل لك العياده دي بالقانون. انت عارفه كويس قوي لو الفلاشه دي راحت النقابه ايه اللي ممكن يحصل. داليا، انت موافقه على الكلام اللي بيقوله؟ انت شايفه ان انا ممكن اعمل فيكي كده اصلا؟ والله انا ما بقتش شايفه غير حاجه واحده بس، اللي بقيت بتصدم في الناس يوم ورا التاني. كنت فاكراكي صاحبتي. وانا كمان كنت فاكراكي صاحبتي قبل ما تفكري تشكي فيها بالطريقه دي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. انا عايز اعرف التسجيل ده خرج من هنا ازاي. العياده اتسرقت من يومين، وده المحضر. طب وكاميرات المراقبه؟ الجهاز اتسرق بكل الداتا اللي عليه. والله؟ طب مفيش حاجه تانيه اتسرقت هي كمان؟ لا، ما هو انت مش فاتح لي محضر عشان تتكلم معايا بالطريقه دي. انت متخيله اني ممكن اصدق الفيلم الهندي ده؟ حد دخل العياده عشان يسرق التسجيل ده تحديدا؟
التسجيل اللي محدش يعرف اللي عليه غيرك انتي. طب انا خلصت كلامي، ولو ما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. ماشي يا دكتوره، بس انا بقى لسه ما خلصتش. يلا دالي. صبر، انا تعبت من الخساره، تعبت. داليا انا اكتر واحده فاهماكي والله العظيم، انا حاسه باللي انت فيه، بس اسمعيني بس والله العظيم انا مستحيل اذيكي، صدقيني يا داليا. داليا صدقيني والله العظيم مستحيل اذيكي، صدقيني. انا ما بقتش قادره اصدق حاجه خالص، انا مستحيل اذيكي يا داليا. طب داليا، داليا حاجة بدر، ازيك يا حامد؟ عاش من شافك يا راجل. وايه اللي حصل لكل ده حاجة؟ طب ما تحكي لي انت احسن، قول لي انت غلطت في ايه؟ انا ما عملتش حاجة غلط يا حاج. ازاي بقى؟ ده كل بني ادم خطاه، وانت غلطت ثلاث غلطات. اولهم سبت زكريا وعزة بنتي يموتوا، التانية انك ما جيتش ساعتها تحكي لي، التالته بتحاول دلوقتي تكذب قدامي، صح؟ يا كنت فاكر ان الحكايه اتنست. انا ما عملتش حاجه، وماليش ذنب في اللي حصل. انا كل اللي عملته اني حذرت ادهم بورده ان في كبسه لقيتها، وانتوا قتلتوه بعدها، يعني خدتوا حقكم. صح، ولولا ولاد الحلال كان زمان بحر الدم شغال بينا وبين ورد لحد دلوقتي. بس تعالى نرجع ورا شويه كده، وساعتها مين اللي كان بلغ البوليس؟ مش بنتك برضه؟ انت عملت الصح، حذرت معلمك. غلطه حاجه، غلطه. سامحني حاجه، ابوس ايدك، سيبني اعيش حاجه، سيبني اعيش. ماشي، انت كنت عاوز اسيبك تعيش؟ هات لي بنتك مكانك. مش هتعرف صح؟ أنا كمان مش هعرف، عارف ليه؟ عشان خاطر رحيم ابني. أنا مش عاوز يجي اليوم اللي ابني يقف قصادي فيه. بس أنا هسيبك تعيش بشرط. إيه اللي تؤمر بيه يا حاج؟ تاخد بنتك وتخفى عن هنا خالص. ومش عاوز اسمع لكم حس، والا انا اللي هقطع حسك بيجي. فاهم؟ غروب داير. قوم قوم. هو النهارده مفيش غير ميه ولا ايه؟ هو اللي موجود، وبعدين كيف الدماغ يشتري بقى. لا مش فاهمه يعني ايه كيف الدماغ يشتري. يعني كيف الدماغ يشتري؟ يدفع، علشان الدماغ دي مش معموله ببلاش، ولا انت فاكراها ببلاش؟ اوكي. طب وانت ما قلتيش كده من الاول ليه؟ عشان الموضوع مش محتاج يتقال، احنا كل ليله على حد فينا، بس انت اللي بقالك فتره مقضياها. يعني تمام، النهارده عندي. بجد؟ وهتتصرفي ازاي بقى؟ مالكيش دعوة، هتصرف. قلت يا بنتي؟ عايزة تقول لك ايه؟ عايزة توافقك على الجنان اللي انت جاي تقوله ده؟ عايزة تسيب كل اللي بنيته في عمرها وتهرب؟ أنا خايف عليكوا يا هالة. والله من امتى بقى الكلام ده؟ ما طول عمرك سايبنا ورمينا، ايه اللي اتغير؟ مش وقت الكلام ده. لا، وقته بقى، هو ده وقته، عشان كل اللي احنا فيه ده بسببك انت. للأسف بنتك كانت فاكراك بني آدم وممكن تتغير. أنا بستغرب انت ليه كل شوية تيجي وتسأل علينا؟ انت مش رمينا من زمان؟ وسبتنا علشان واحدة مشيتك في السكة الهباب اللي احنا معكوكين فيها دلوقتي بسببك؟ بالذمة كده انت مبسوط من عيشتك؟ أنا جاي لبنتي يا هالة، مش جاي لك انت، وعارف كويس قوي انا عملت فيكوا ايه. بس خلاص، كلنا دلوقتي في خطر، مين السبب مش فارقه. انت طبعا لازم تقول كده علشان تبص لنفسك في المرايه. كفايه يا ماما. لا مش كفايه، دايما كده ترمي مشاكلك على كل الناس، لكن انت حرام مظلوم، مالكش ذنب في اي حاجه. كفايه يا ماما، بابا عنده حق على فكره.
يعني موافق على كلامي يا بنتي؟ أنا مش هعرف. طيب وأبو رحيم؟ لو كان في إيده يعمل حاجة كان عملها. أنا مش هعرف. مساء الخير. مساء النور. انت فين يا حبيبي لسه عادي؟ رحيم سأل عليك. بسمة أنا تعبان. ثواني. ألو. أيوة حاضر. لا هاجي هاجي. يلا سلام. انت رايح فين يا هشام؟ جالي مصلحة كده هخلصها واجي على طول. مصلحة ايه؟ انا سامع صوت واحدة خارج من التليفون. مين دي؟ بكلم امي. ام الله يرحمها. الله يرحمها. كنت بتكلم مين يا هشام وكنت رايح لها فين؟ وانت مال اهلك؟ لا يا حبيبي ده مالي ومالي ولازم ارسلي على حالي. انا مراتك يعني لو بتنسى. اطلعي نامي يا بسمة. اطلعي نامي وريحي دماغك ها؟ بدل ورحمة امي. لا خليكي مدام بسمة المطلقة. لا يا حبيبي ده يوم المونة طلقني. افضلي انت زني في الموضوع ده كتير كده لغاية ما طلقك بجد. دي حاجة بقت تقرف.